بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بطلب من واحد من الإخوة يعني يعمل لي مساج على الفيديو اللي تعمل زي عملنا متواج بسيركوي فرمي، يعني البرودوي منه فيه من غير ما يمشي للريزرفوار ويرجع، خاطر مش يمشي للريزرفوار باش يتخلص بالمازوط وباش ينقص المفعول نتاعو هكا كما يحب يشوف المفعول نتاعو باش يعطي أكثر. كما لازمنا للحالة هذيا تحضروا زوز ديريتات طويل واحد قصير ولا زوز كي بعضهم ولا مش مشكلة. حضروا هذايا ممتاز ياسر، انا يعجبني اللي هو نيتوايون انجكتور، هذايا ماركة ونكتب لازم يكون عليه تريتمون ديزل او نيتواياج انجكسيون انكراسي تريتمون ديزل. هذايا يعجبني برشا، انا مسميه مفعول سحري انا. ونحضروا يعني شيشة عادية، دبوز عادية أو قرعة يعني اللي هي بوتاي. توكلنا على الله، نحو الغطاء، نحو بالسياسة ديما باش الغلاف هذوكا ما يتكسروش، لأنهم يتكسروا بصورة تم. نحو الدريت هذايا نتاع التربو احتياط، تنجم يعني تستعملها من غير دريت، خلي روحك ساعة وتحطه حتى لوطا هيك ما يهمش. نحيو هذا زاد الرجوج باش ما يتكسرناش لأنها بلاستيك يعني وفراجيل ياسر. علمكم مرة أخرى كيفاش نحيو الديريت هذايا. الديريت هذايا هذايا بو عندنا هذايا لونطري وهذايا السورتي. نحيو هذايا السورتي، في شيء انزل على هذايا وحيدة كحلة أو زرقة تلقاها أو خضرة تنزل عليها وتجبدها، وهذه كيف كيف. هذايا الديريتات نحيناها خلوهم على جهه ما نعملوا فيهم شيء. نجيو هذايا الديريت اللي هو نتاع اللي نحطوا فيه واحد، حطيناه في اللي، وهذا عندنا يعني هنا الرتو، عندنا الرتو نحطو فيه واحد. كان عملية واضحة وسهلة. عندنا هذايا البرودوي، نفتحو ال هي بالغطاء نتاعها تنجم تفتح، تعمل هكا دورة دروة تفتح، صبوه في ال الحمل هذي، في الدبوز هذي، وفي البوتاي هذي، هو حوالي 4 لتر هذيك كيما هكاك، 325 ملل حتى أكثر من 4 لتر، نحطو هذايا الدريس الطويل، لأن ديما هذايا حطه طويل وإذا بيك ينزل لآخر البوتاي، لآخر الدبوز، باش ما يخرجش هواء، نحطو هذايا هنا، وهذايا حتى تحطها الفوق على. عادي ما فيش حتى حاجه مشكله، يعني حتى الفوق كل ما هيش قديم. طب هنا انا باش نشغل السياره، نشغل المحرك ونشوف العمليه كيفاش تصير كيفاش يدور. وانا قبل هذا عملت ميثود اللي هي ديريكت يرجع للريزرفوار بعد يرجع هنا للديكسيون، تلقوها اليوم تاعها تحت الفيديو اللي يحب يزيد يكمل يفهم الموضوع اكثر. تو باش نديمارو المحرك، شوف العملية كيف صار. البيت عاد يمشي للمحرك ويرجع، واضح اللي هو امامنا هو الرتور، هذا الرتور امامنا وهذا كرمي، هذا توا بروبي صافي من غير جازوال من غير مازوط. نجمو نخلوه هكاك يعني نتاع يعني 5 دقائق 10 دقائق
يعني شفت حس الموتور كيف تغير، يعني حس الموتور تم بدأ يتغير، يعني حس بتاعه بدأ يصفى أكثر، لأنه يعني قاعد يعني نعمل في المتواج يصير فيه فرمي. خلوه على على مهله هيك. هيك هذه يعني مكون. ثم اخ اخر طب مني بتعملها في كاسونسات. تو نحاول نعملها هنا كاسونسات. الكومبريكسيون جايه من تالي وصعيبه شويه. في النيجان سهله، في الكليو سهله، في بعض السيارات اللي هي البومب. هذه الديكسيون جيمو قدام سهلين. نشوفوا تو الموتور قداش ولا ارتاح اكثر. نشوف حتى حتى البوتاي ما عادش تتحرك زي الاول. عنده بالله العمليه ماشيه عادي. هذا تو ياخذ من ياخذ في البروبي من الدبوزه من البوتاي وعاود يرجع فيه البوتاي، يعني الريزرفوار ملغي. يعني الريزرفوار ملغي، البروبي يعني يمشي من البوتاي للبوتاي بالديلتات هذوما. شفت الموتور حسه كيف تغير، يعني من احسن الى احسن. زي يتغير الموتور بتاعه، يعني نضافه تبدا تنضاف طومبو الاشتراكي تبدا تنضافه. نلاحظ الموتور كيف بدا يرتاح اكثر. واضح اللي اظن الفيديو واضح. شوف كيف ثم الميثود الاول اللي عملتها انا في الريزرفوار. حتى هذيك باهيه كيف كيف نجم يخلي المازوت في الريزيرف على الاخر. كان ما نجمش يعمل العمليه هذه، ماهوش صناعي مو تكنيسيان باش نجم يعمل الحاجه هذه. نجم يخلي المازوت في الريزيرف وتشعل اللومب هذيك ويصب البروبي هذه ويمشي به. خليني نشوف فيه. ثم حاجة ما قلت لكمش عليها، أنتم لاحظوا على الكاميرا يعني حتى التهزيل يعني تتحرك، يعني لأنها مثبتة فوق السيارة هي. كل موتور كل ما الموتور يتحرك كل ما هي تتحرك معه، كل ما هي ارتاح كل ما الموتور يرتاح هي ترتاح معه. يعني اللي ثبت منيح في الكاميرا تو يشوفها اللي هي. شفت أحس الموتور كيف يتغير، قاعد أحس الموتور يتغير من أحسن إلى أحسن. البروبي قاعد زي ما هو، يعني ننقص حاجة خفيفة. نحاول نكسلاري شوية. الموتور قاعد يتغير صوته من احسن الى احسن. انا كان هذا في البول كان الموتور يتغير.
فما واحد من الخيان هذا طلب مني كاش تغسل، يحب ينظف المحرك نتاعي، يحب يغسل بالماء ولا هو. من بعد نعمل فيديو اخر تغسل فيه المحرك هذا بعد العملية هذه، تغسل المحرك وننظفه ونوريكم كيف تنظفوه وباش تنظفوه ووقتاش تنظفوه كيفما كان. وتقول اللين نتاعو تحت الفيديو هذا ولا تحت الفيديو اخر وهنا. ما نحبش الكلاري شوية بداية على خاطر ثم جوج عريان هو، لأن كي يبدا جوج عريان يولي الزيت يتنفر من المحرك البرا اللي صار. شوفوا في الكاميرا ساعة تتحرك ساعة تلاقي الموتور قاعد يرتاح، مرة يرتاح مرة يرتاح، أنا قاعد في سقف قاعد يخرج. ما يقلقناش الزيت، رجعوا شوية الجوج عشان الزيت يخرج يتنفر علينا. تو كل ما هو خد الموتور تو بارد، تو كل ما تحدث الموتور يسخن تو المازوت او السن. مادام السن المازوت معناتها يعني البرودوي قاعد يدخل معاه، كي يدخل معاه يولي يعطي اللي فيه اكثر، يعني يولي افيكاس اكثر، يولي يعطي ينظف اكثر، لان ديما زي يعني معروف حتى في الماء السخون والبرد، الماء السخون ديما ينظف اكثر من البرد. معلش حتى الواحد في الحمام ولا باش يدوش يدوش الماء السخون، لان الماء السخون هو ينحي اكثر الوسخ. كذلك البرودوي مع المازوت مع المحرك السخون وهو سخون البرودوي ولي يعطي اكثر فاعليه. ماذا بينا نخلوا العمليه يعني الماكسيموم، يعني مش نربحوا اكثر نتوياج. ومن بعد اللي يحب يحتفظ بالبرودوي هذا يحتفظ به، واللي ما يحبش ينحي كان الدريس نتاع الريتور بركا، ويحط الدريس نتاع الريتور في مكانه تو نوريكو، ويخدم السيارة تو البرودوي هذا كله يرجع للمازوت، ويرجع يدور مع المازوت هذا يدور مع الريزرفوار. واللي يحب يحتفظ به باش يعمل به مرة أخرى، مثلا ما يحبش يشري مرة أخرى لأن ما عادش كل واحد وظروفه، ينجم يسكر عليه ويحتفظ به لمرة أخرى. العملية هذه يعني من المستحسن إذا كان واحد يعني عنده ديسية هذوما ديسية هذوما. أولا نصيحة لله، كون المازوت ما تصبش كان المازوت المحطة نتاع الوقود، يعني محط المازوت في الكوست، لأن الديزل المازوت هذايا نتاع الشارع ونتاع المهرب هذا كله راهو مضر للانجكترات والبومب، والانجكتر نتاعها مش رخيص، غالي ومعقد. ولهذا يجي يربح في الليتر يربح نص دينار، ترسلهم من بعد كل يلمهم يدفعهم في انجكترات، يعني ما عملنا شيء، حكاية فرق. من الأحسن يعني ديما يصب المازوت نتاع المحطة، خاطر المازوت سيكونت موثوق فيه، والمحطة يشوف إذا كان ثم محطة مثلا فتحة جديدة أو محطة عالية على الأرض، لأن يعني في المطر يعني ما تدخلهاش الفيضانات الواحد، مستحسن يعني محطة جديدة أو محطة عالية على الأرض. وماذا به ديما يتجه للمحطة الجديدة، المحطة الجديدة لأن خزاناتها مازالوا نظاف ومازالوا ما فيهمش تراب، ما فيهمش ماء، ما فيهمش، وبهكاكا يربح يحافظ على الانجكترات نتاعو. احنا قمنا بالعملية هذه يعني حبا فيكم، يعني باش نعاونوكم حسب الخبرة اللي كسبناها من حياتي في الميكانيك حوالي 40 سنة أو 45 سنة، حبيت ننفعكم بها ونطلب منكم الدعاء والتشجيع. وإن شاء الله ربي يبارككم جميعا ويرحم والدين اللي رحم لي على والدي، ويبارك اللي بارك لي، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نسيت الدينيتات ما كتبتهمش، نرجعوا الدينيتات لونطري بلاصتها والريتور بلاصتها هكاكا نكون كملنا العملية.